هلا اللي شفناهم التنين هذول كان فالفز، هذول فيتينجز. فعندي هون كوع 45 درجه، مضطر اعمل كوع، لازم يكون عندي كوع، لان مش معقول البايب تبعي يضل ماشي بخط مستقيم. فبدي اسنن، بدي اقص البايب، بدنا نسننه. ها بتعرف كيف تسننوا البايب؟ تسنن البايب من هون، تسنن البايب من هون. شو بتحط بعدين؟ بتحط شويه تفلون، وبعدين بنشده من هون وبنشده من هون. ها بس هاي شو راح تعمل لي؟ لوس. لوس، اوكي. بدي اخذهم بعين الاعتبار، احسبهم. سببين للوس، احد الاسباب التغير في الكروس سكشنال اريا، والسبب الثاني التغير في الدايركشن اوف فلو. سببين. فمثلا ممكن يكون عندي، يعني يمكن حتى لو عندي هاي مستقيمه من هون، لو كانت هاي مثلا مستقيمه فيش تغير، في تغير هون راح يصير في الكروس سكشنال اريا. هذا التغير بالكروس سكشنال اريا راح يؤدي للوس، وكمان التغير في الزاويه، هذا التغير. ولذلك بدنا نحاول هذه تكون اكبر راديوس ممكن، اذا بنقدر حتى نخفف من اللوس، اذا بنقدر نكبر الراديوس نخفف من اللوس. كوع 90 درجه، كوع 45 درجه، تي هاي بنسميها تي على شكل حرف التي، لانها عم تعطيني هون بقدر اشبك اكثر من بورت مع بعض. هذا كوع غريب انا عمري شفته، بس ممكن موجود 180 درجه او ريتيرن. بدنا نروح من هون ونرجع مره ثانيه. وهذه عندنا تشيك فالف، تشيك فالف اللي هي اللي بتسمح للفلو في اتجاه وبتمنع الفلو في الاتجاه المعاكس، زي دايود الايكوفلنت للدايود في ال... بكون عباره عن، اذا بتطلعوا هون في عندي هذا السكشن، وعباره عن منطقه زي هيك. لما تيجي عليها كره، اذا دفشت حاول الفلو يمشي في هذا الاتجاه، شو راح يعمل في الكره؟ راح يدفش في الكره، الكره راح تمسك هاي المنطقه وراح تمسها في دائره. لو انا جبت كره وحطيتها على كاسه، ايش الخط التماس اللي بينهم؟ دائرة. فهون في عندي دائرة، لكن لو الفلو اجى بهذا الاتجاه راح تبعد الكرة لهناك، راح ترجع لورا وتضرب في هاي زي الكون، وراح يمر الفلويد من هون. اذا هذا بيسمح للفلو يمشي في هذا الاتجاه، بس بيمنعه بعكس الاتجاه، لانه لما يجي بعكس الاتجاه راح تضرب الكرة هون. بس هذا مشكلته في بيرمننت هيد لوس، وفي تيبلز راح نقدر نطلع منها قيمة كي. فكل واحدة من هذول فيها قيمة معينة لـ كي. السرعة أخذناها بعين الاعتبار، أخذناها هون وربعناها، فهذا رح يطلع معي بالأمتار. وكي أظن لازم تكون دايمنشن بس، مظبوط؟ لأنه في سكوير هي متر بير سكند، بتصير متر سكوير بير سكند سكوير. متر سكوير بير سكند سكوير مقسومة على متر بير سكند سكوير، بضل متر، وهاي دايمنشنلس وهذه بالأمتار. إذا بدي أحول من مترز لبريشر إيش بضرب؟ رو في جي، لازم أعرف رو تبعت. اوكي، هذول الاربع اشياء او الانواع المختلفه من الفيتنجز والفالفز.